صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي بكمام: فهل له تعالى إدراك أو لا خلف وعند قوم صح فيه الوقف؟ أن سبحانه وتعالى صفة داعية على الكلام والسمع والبصر يقول له إدراك تتعلق بالموسات والمسمومات والمذمومات من غير اتصال محالها ولا مماسة ولا تكيف كيفاتها. قال العلماء: اختلف في إثباته وعدمه، فذهب القاضي أمام الحرمين ومن وافقهما إلى إثباته، لأن الإدراكات المتعلقة بهذه الأشياء زائدة على العلم بها للتفريقة الضرورية بينهما، أي العلم شيء والإدراك شيء، لأن معها فوت كمال والنقص في حقه سبحانه وتعالى محال. ووجب أن يتصف سبحانه وتعالى بتلك الإدراكات الزائدة على علمه تعالى على ما يليق به من نفي الاتصال بالأسماء ونفي اللذات عنه تعالى والأنام. علمنا جل جلاله غير علمنا، إنه علمنا بوسائل، ربنا جل جلاله غني عن الوسائل كلها، لأنه هو الذي خلقها وأثبتها لنا الضرورة. ربنا جل جلاله غني عما نحتاج إليه نحن: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. حصر ذات حصر الغنى لذات العلي سبحانه وتعالى. وقول المؤلف: هل له إدراك أو لا، يعني هل له صفة سمى إدراك يدرك بها أو لا، خلف بين علماء وعند قوم صح فيه الوقف أم لم يقولوا بالإثبات ولا بالنفي، وربنا سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليل الظلماء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.